السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي برنامج صباح الدوحة في البداية نصبح مشاهدينا أينما كانوا داخل قطر وبرا قطر ودائما قسم التصبيح أمهاتنا وبهاتنا الكبار ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر اعزائى المشاهدين من خلال تجوالنا في برنامج صباح الدوحة ونحن نغطي المشاريع التجارية التي تخدم دولتنا الحبيبه قطر وفي شتى المجالات والقطاعات واليوم احنا متواجدين في شارع سلوى هذا الشارع التجاري الضخم في دولتنا الحبيبه قطر واللي يمتد تقريبا من لاي مسافر او قادم لدوله قطر من بدايه المنطقه الصناعيه حتى تقريبا سوق واقف السوق الشعبي على كورنيش الدوحه شارع تجاري بامتداد بجانبي طريق وهناك الكثير من المشاريع في هذا الشارع وهو شارع سلوى المتعارف عليه عندها القطر ومنقي من قطر وكل من يحتاج لبضاعة معينة من هذا الشارع فهو يحتوي على كثير من الشركات ومتنوعة وقد تجد كل الشركات وكل المشاريع موجودة في شارع سلوى التجاري أو الرئيسي الشارع الرئيسي في دولة الحبيب قطر إحنا اليوم متواجدين أمام محد المحلات اللي يشتغل في النوافذ وهو يونايتد يو بي في سي لإنتاج الألمنيوم والزجاج، الأبواب، الشبابيك وبكل تأكيد هناك الكثير من هذه الشركات اللي اليوم تعمل في سوقنا المحلي القطري وأيضا تخدم القطاع البناء بشكل عام وأيضا هناك الكثير من المحلات اللي تقدم هذه الخدمة وطبعا كل واحد له ميزته في هذه الأعمال وهناك ورش كبيرة أيضا تعمل بجد ونشاط لخدمة النشاط العقاري أو التجارة العقارية بشكل عام في دولة الحبيب قطر بكل تأكيد هناك اعتماد كبير على يعني تصنيع النوافذ والأبواب وحتى أيضا الأبواب الزجاجية في محلات كثيرة في دولة الحبيب قطر راح نلتقي مع من يدير هذا المكان ونسولف أيضا معه عن آه هذه الخدمه اللي يقدمونها في السوق المحلي القطري في البدايه استاذي آه صبحك الله بالخير بكل صباح تاكيد مشاهدنا يبي يتعرف عليك يا مرحبا انا مخلص الخولي مدير مبيعات شركة قطر بشركه يونايتد وبي بي, بي سي طبعا آه من سوريا آه سوري الجنسية آه اهلا وسهلا فيكم مخلص انا ابغى اتكلم في البدايه آه يعني يا ريت ندخل شويه داخل المحل ونشوف ايضا هذه الابواب الجميله، هذه الماده ايضا التي دخلت في السوق المحلي بعد ماده الالمنيوم واصبح لها قبول كبير في دولتها حبيب قطار. خلينا نتكلم بشكل عام كم عمر هذا المحل والورشه ايضا المتواجده في الصناعيه. طبعا نحن عندنا ل... 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 لأن... لأن... لأن خبره كبيره بال... بالبي بي سي من اكبر من اكثر من عشر سنوات وحتى يمكن 15 سنه. طبعا الشركه تم افتتاحها في عام 2019 وطبعا تقريبا خمس سنوات ونحن بلشنا بالسن بالسنه السادسه طبعا من خلال تجميع خبرات مهندسين وفنيين مختصين تم افتتاح هذه الشركه الشركة بتضم اعلى تقنيات التكنولوجيا في في الالات وتصنيع النوافذ والابواب طبعا مصنعنا موجود في شارع 25 في الصناعيه قدرته الانتاجيه ما ما تقارب يعني حوالي 50 نافذه في اليوم يعني ممكن احنا لو لو عندنا 50 نافذه في اليوم, 50 في اليوم نافذه في اليوم لو عندنا احنا مثلا مشروع فيلا في 50 نافذه ممكن احنا ننتجه بيوم واحد يوم في واحد في واحد يوم واحد طبعا احنا عندنا خطين انتاج كل خط انتاج بينتج بين 40 و50 شباك قدره الانتاجيه اليوميه طبعا المصنع في مهندسين مختصين بمجال اليو بي بي سي جميع العمال الفنيين يعني اللي بيشتغلوا بيصنعوا اليو بي سي من الجنسيات الاسيويه في الفلبينيين هدول طبعا معروفين بخبرتهم العاليه في المجال الالمنيوم واليو بي سي نعم. طبعا رؤساء الورشات هنا عباره عن عرب لحتى نقدر نحن نعمل كونكت مع مع حتى مع الزبون القطري ما يلاقي صعوبه بالتواصل مع مع اي حدا ثاني يعني خلينا يعني نتكلم تعودنا على الالمنيوم تمام. منذ سنوات طويله اليوم ادخلت ماده اليو بي في نعم. سي صحيح. ما الاختلاف بينه وبين الالمنيوم هل اليو بي سي طبعا عمره يعني له زمن برا قطر من حوالي 30 40 سنه دخل على السوق الخليج العربي من حوالي 25 سنه دخل السوق القطري من حوالي تقريبا 20 سنه دخل بقوه لانه بتميز بكثير شغلات عن باقي الالمنيوم او الحديد او اي شيء ثاني طبعا هو منافسه الوحيد هو الالمنيوم كانت الناس تشتغل بالالمنيوم اليو بي سي عنده ميزات تتفوق على الالمنيوم عنده قدرة عزل حراري 884 مره ضعف ضعف الالمنيوم ما بيصدي غير قابل يعني غير قابل للصدق عنده قدرة عزل حراري اكبر اكبر من من الالمنيوم عازل للرطوبه، عازل للحرائق للمياه، عازل للغبار ميزه كثير مهمه انه غير قابل للانحناء يعني لو نحن جم... يمكن اهم المميزات اللي احنا نسمعها من خلال من تعامل مع هذه الماده عازل الصوت تماما انا انا ذكرت انه هو عازل للصوت بنسبه تقريبا حوالي 90% تمام لانه نحن ماده اليو بي سي هي بتكوينها بتكوينها بتكون هي مركبه من 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 كلوريد وفينيل وبولي فينيل وتيتانيوم وكالسيوم هذا الحكي كله بيأدي انه لحتى يعمل العزل بالاضافه للدبل جلاس الموجود باطار النافذه نعم. اللي هي 24 نتمشى استاذ مخلص فضل. شويه في 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 هذه المعرض وهناك فعلا يعني اعمال جميله وايضا دائما يمكن الناس تعتمد على الفينشينج كثير تمام. تمام. نلاحظ ايضا الفينشينج لهذه الماده بشكل جميل ومرتب انا بس قبل السؤال هذا ممكن في كثير مهم قصه انه ميز كثير مهم للناس انه اليو بي سي غير ناقل للكهرباء يعني غير ناقل للكهرباء ابدا تمام الالمنيوم الالمنيوم ناقل 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 معدن لانه اليو بي سي مش معدن ناقل. فهو غير ناقل للكهرباء ناقل. وفي كمان ميزه كمان مهمه مثل النقل الكهرباء هو انه هو غير غير محترق، يعني غير ملتهب، يعني, لو لا يعني ضد الحريق ايوه تماما، باخر باخر الحريق حوالي ثلاث ساعات عن اي معدن تاني تمام؟ لو نحن لو لص... يعني لو صار في اشتعال باي شباك او باي نافذه، تمام؟ آه ما بيمتد الاحتراق للنوافذ الثانيه لانه آه بتركيبته اليو بي بي ال سي في ماده اسمها الفينيل، هاي وقت بتحترق آه تنتج غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيعطل موضوع الاحتراق فهي ميزه كتير مهمه الناس لازم تنتبه لها انه هو ما بحت غير ملتهب وغير ناقل للكهرباء طيب. خلينا نتكلم الان فيما يخص الاسعار م. بكل تاكيد هناك فرق بين الألمنيوم وبين هذه الماده طبعاً. بما ان هناك مواصفات اذا السعر بيكون فارق هل في البداية تقول لي السعر فارق فعلاً بحد كبير أو الحد الصغير اللي ممكن لأي مستثمر أو لأي صاحب ملك يحتاج نعم. إنه يركب هذه المادة وتكون مناسبة لما يكون عند المشروع كبير نعم. تمام هلأ بالنسبة لأسعار اليو بي بي سي نحن درسنا السوق وحاولنا نعمل السعر بمتناول جميع الناس على كافة فئاتهم يعني تمام بصراحه السعر يعني اذا بنحكي بالسعر السعر مش كثير هو بيتراوح بين 450 ريال ل 500 ريال للمتر المربع المتر المربع هاي بالنسبه للابيض نحن عم نحكي تمام اما اذا بدنا نحكي بالالوان الثانيه الجراي او الاسود او الخشبي طبعا راح يزيد بنسبه تقارب يعني تقريبا 20% ممكن يوصل ل 600 ريال او 625 ريال وهذا السعر اعتقد كان موجود على الالمنيوم أتقريباً. تقريبا الالمنيوم الالمنيوم ممكن انا ما بع... يعني أب... بعتقد في اسعار بتوصل بالالمنيوم 1400 ريال للمتر الواحد للمتر الواحد الالمنيوم فنحن بخلال من خلال اليو بي سي قدرنا نحقق للزبون اللي بده اياه من عزل و... و... وجمال بالتشكيل تمام وبنفس ال... نفس الوقت السعر فصار هو بتناول الجميع يعني مش انه والله مقصور على فئه معينه من الناس لا بالعكس بيجي يعني مهما كانت شريحه الزبون ممكن يلاقي يطلبوا عنا ويشتغل فيلتو ب... ب... باقل سعر ان شاء, <applause> شاء الله انتم في يونايتد ممكن تنفذون اي مشروع حتى لو كان صغير هناك بعض الشركات او بعض المؤسسات تحب تتعامل مع مشاريع كبيره ابراج تمام. تكون فيلل كبيره جدا صحيح. ولا نقول يونايتد تتعامل مع السوق من الطبقه من العاديه الى الطبقه من هذا كثير سؤال مهم نحن طبعا من خمس سنوات لليوم تقريبا حوالي 1500 تقريبا 1500 مشروع بالدوحه بين فيلا وقصور و.. وابراج و.. و.. ومشاريع يعني كومباوندات تمام؟ ولكن اذا اجى زبون بده مثلا ولو مجلس صغير نحن ما عندنا مشكله بالعكس دائما بقول لك القصه انه يمكن ال يعني الـ المحل يخدم أيوة الزبون ايضا ممكن يعني ممكن الزبون يشتغل باب عندك بعد بعد اسبوع يمكن يشتغل فيل عند عند قرايبه يعني نعم وبيمدح منا طبعا تمام؟ دائماً, دائما الفكره فكره الـ 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 الاعلان او الدعايه عن المنتج عن المنتج تفضل أستاذ مخلص هنا من الكاميرا حتى نسترسل في الكلام يعني الآن احنا نتكلم عن ألوان الزجاج أيضا هناك اختلاف إذا كنت بالزجاج العادي السادة اللي بدون أي ألوان يمكن يكون الأقل سعراً وهناك الالوان عندك اللون العسلي الذهبي الفضي الرمادي كثير من الالوان بالزجاج تمام هلا بالنسبه لأختيار اللون الزجاج طبعا هذا اختيار لون الزجاج هو انكلودد يعني ضمن سعر المتر مش انه مختلف عن سعر المتر آه، الالوان الزجاج لا ما بيختلف سعرها آه، ممكن يختلف المنشا تبع الزجاج يعني ممكن صيني يكون سعره ضمن المعقول اذا بدنا بلجيكا ممكن نعمل كوست صغير على انكريز على السعر اما كالوان الزجاج لا ما تختلف سعرها اختار الزجاج برونز ولا فضي ولا ولا كلير ما يختلف سعره حتى الكلير ما يختلف لا ما يعني يختلف السعر فقط المنشا هو المنشا ان كان صيني او بلجيكي ممكن يختلف السعر ببقى. يعني نقول الصيني الصيني هو الارخص هلا هو الصيني ارخص طبعا اكيد يعني ولكن يعني لا يقل جود يعني عن البلجيكي ابدا نعم. ولكن المنشا هو بيعطيه هاي الصفه انه يكون يعني زاد السعر عليه طيب ايضا استاذ مخلص ودنا نفيد المشاهد الكريم أنا يعني من خلال استقصائي وأسئلتي في السوق المحلي هناك الزجاج الغير مغوى الزجاج اللي ممكن ينكسر بشكل سريع وهناك زجاج أعتقد سمونه تمبر اللي هو يدخل الفرن ويطلع بدون تكسير وأأمن وأضمن إحنا نحن في عندنا ثلاث أنواع الزجاج هو الزجاج العادي اللي ضمن السر اللي قلت لك اياه لو هالزجاج هذا انكسر فبيوقع قطعة كبيرة منه. نحن بنخير من الزبون بين انه يختار زجاج عادي او تمبرد او ليمينيتد. في فرق بيناتهم طبعا التمبرد هو هو زجاج مقوى بيدخل بفرن حراري في معمل الزجاج لمدة زمنية معينة بتطلع زجاج مقوى في حال انه تعرض لاي صدمة وانكسر بينزل بشكل بودرة. يعني آه هذا كثير سيفتي للاطفال، للناس اللي مثلا ممكن بالابراج بالواجهات الكبيره، في سيفتي اكثر آه هو الليمينيتد، هذا بيكون تمبرد بلس ليمينيتد، آه الليمينيتد هو اذا تعرض لصدمه الزجاج بضل الزجاج بمحله، بفرط بمحله يعني ما بينزل. مثل الزجاج السيارات. اكزاكتلي <applause> بالضبط مظبوط. نفس لا. نفس الزجاج. طبع. طبعاً عليه سعر زيادة هذا بيفرق عن سعر العادي عن سعر التنبر كم سعر. يفرق تقريباً بين العادي وبين هذا يعني حتى؟ لا. نحن عم نحكي ممكن إنه يعني رنج بين. اذا تمبرد يعني يفرق ممكن بين ال 40 ريال ل ريال فقط في المتر المربع في المتر المربع اه المتر الليمينيتد ممكن يروح يوصل معنا الرجل 150 ريال الليمينيتد طيب عندي سؤال يمكن الكثير من مشاهدينا الكرام وعبر هذا البرنامج احنا نحاول دائما نوصل الفكره والمشروع والسعر لمشاهدنا الكريم حتى اذا احتاج احد المشاريع يرجع لها ايضا وتكون الاسعار مناسبه للجميع ونزول الاسعار دائما في صالح المستثمر او الزبون والشركه نفسها حتى زياده المبيعات. طيب هناك بعض الزجاج اللي يكون مثلا كيرف او مثلا مائل او مستدير نص مستدير مثلا هل هناك في في الدوحه مثلا او في قطر ايضا الشركات مثلا لو قلنا على سبيل المثال القبب تحتاج دائري او نص دائري او يعني غير مستقيم. أكيد. هل يصنع هذا في قطر او يعمل. عندكم مثلا؟ لا مش عندنا نحن، معمل الزجاج في معملين كبار بالدوحة هن اللي احنا بيوردونا الزجاج لأنه. تمام؟ مش خاص بنادي يشكلون ال... لك الزجاج على كيف ما تبغي 100%، حسب ما نحن بدنا، طبعاً مثل ما قلت لك كل زجاج له سعره، يعني الكيرف له سعر والعادي له سعر ثاني، الكيرف طبعاً كثير سعره غالي بانه بياخذ يعني عمليه كثير من, من من الشغل معقده ممكن معقد كتير معقدة كثير معقده طبعا طيب زجاج ت... معين بيكون مش زجاج عادي بيكون يعني استاذ مخلص ودنا نتكلم عن ايضا يعني المشاريع اليوم تمام. في قطر مثلا يعتمدون على اي انواع موجوده في السوق من خلال خبرتكم في هذا السوق والالوان اللي ركبونها مثلا الدارجه الان صحيح. والمطلوبه اكثر في السوق المحلي في المناطق السكنيه في المباني ايضا نقول مباني اصحاب او ارباب البيوت نعم هلا من حوالي تقريبا احنا بخبرتنا بس صرنا 12 سنه بالسوق كان القطري يختار يعني لونين ما في غيرهم هم الابيض اكثر شيء 90% الابيض ويختار اللون الخشبي يمكن شفتوه بالمعرض موجود البني او البني هذا هذا متعارف عليه يعني ما يطلعوا برات اللونين هلا سبحان الله الناس الناس بلشت يعني التكنولوجيا اكثر السوشيال ميديا اكثر صارت تعطي الوان جديده وحتى الشركات الام كمان صارت تعطي الوان جديده هلا بالسنتين الاخيرات الجري كثير يعني طاغي بالسوق وطاغي على الزباين والاسود صار يعني ينافس الابيض في الاختيار صراحه يعني احنا كنا نجيب لو على سبيل المثال كميات كبيره في المصنع في الستور ابيض لا لا هلا عم نجيب نفس الشيء اسود وابيض الناس بلشت تحكي على الاسود وتحكي على الجراي وتحكي على الالوان الجديده ممكن بيج ممكن اي لون تاني فالناس بلشت تطلع برات اللي يعني اللون الواحد طيب يعني بعد لو تكلمنا اصحاب المشاريع يمكن أه اللون استاذ مخلص لون الفيلا يحكم ايضا النوافذ حتى طبعاً. تكون متناسقه طبعاً. مع المبنى طبعاً. يعني هل هناك البعض يكسر في هذه الالوان مثلا يكون لون الفيلا فاتح والالوان مثلا الشبابيك طبعاً. والابواب وغيرها بالالوان الغامجه مثلا طبعاً. هلا نحن وقت بيجينا الزبون وبيعرض علينا الفيلا نحن بنقدم له كل الاقتراحات المناسبه لفيلته يعني اذا كان بس عامل صبغ اذا كان بس عامل حجر شو لون الحجر شو لون الصبغ الخارجي نحن بنحاول نعطيه اللون المناسب لفيلته وبنقول له هذا بيناسب لون فيلتك مثلا ممكن يكون بيج يناسبه الاسود ممكن يكون ابيض يناسبه الابيض الا اذا هو بيختار شيء ثاني هاي نحن ما فينا أفل ما فينا نتدخل فيها ولكن بنعطيه كل خبراتنا بالسوق وكل خبراتنا بالتصاميم لحتى هو يختار شيء مناسب لبيته طيب. <applause> نصيحه منك يعني صاحب مشروع في السوق المحلي بالنسبه للي مقبلين على البناء الجدد حتى ايضا يعني نوصل فكره ان السلعه ممكن تنزل من خلال اختيارك لشكل النافذه اذا كانت ارج اذا كانت على شكل اسلامي اذا كانت على شكل مستقيم وهو اعتقد العادي هو الارخص بينهم صحيح. كلهم صحيح هل هناك ايضا فروقات بين الارج وبين التشكيل التشكيلات الاخرى يعني ولا نفس السعر والسادة هو اللي يفرق بينهم فقط هلا يمكن الغالب بدولة قطر كان هو الارش تمام مثل ما قلت لك الناس بلشت تطلع من من النظام القديم وتشتغل مودرن المودرن هو مش ارش المودرن هو يمكن اذا فينا نشوف نروح, نروح. نروح. تفضل نعم نروح, لا نروح لها طيب نرجع ودي. تمام ودي احنا نكون هني استاذ مخلص ودي احنا نكون هني حتى يعني نتكلم عن النوافذ ومن ثم قبل لا نختم والوقت بدا يداركنا نتكلم عن الابواب. هلا النوافذ مثل ما بتشوف حضرتك هون عباره عن سكوير بدون ارش اللي جنبها مع ارش واللي جنبها بدون ارش. الغالب هلا اغلب الناس بلشت تطلع لانه السكوير الساده الساده بدون ارش طبعا حتى في بس بالساده اللي بدون ارش في اوبشنين ثلاثه غير غير العادي. نظام القطر خلينا خلينا موجودين ونشرح عليه نعم. في نظام انجليزي عندك هو يفتح درفتين بيناتهم قاطع صحيح. وفي نظام فرنسي كمان يفتح درفتين يفتح كل كل الشباك نعم. يعني كل الدريج تفتح يعني باتجاهين ممكن آه. نفتحها من الاعلى والهاي نفتحها بجانبيه يعني. طبعا هذا هذا أن انه مثلا اذا فيكم في ستائر بالجدار ما ياخذ الشباك كل المسافه الموجوده وممكن حتى للتهويه ما في داعي تفتح كل الشباك انت او لا. كل الدريشه تفتح بس 25 سم من فوق بكفيك تهوي اذا خلينا بشكل سريع جدا استاذ مخلص نتكلم عن مجموعه كبيره من الابواب هذه بعد من نفس الماده تمام هي من نفس ماده اليو بي بي سي آه هي اسمها ابواب يو بي بي سي بنل البنل هو عباره عم عن نحكي عنه عن هذا الشكل يجي يعني. تمام البنل طبعا مختلف الديزاينات في حوالي تقريبا 30 40 ديزاين احنا بنختار طبعا الاجمل منهم ونحطهم بالمعرض في انواع ثانية من الابواب هي ابواب الفيلر عباره عن شرائح تمام مش مش فيها ديزاين عباره عن شرائح وفي ابواب زجاج هذا كله حسب اختيار الزبون يعني مثلا من خلال الكاميرا انا ودي يلقي الضوء طبعاً. بشكل سريع على طبعاً. هذا الباب الجميل تمام هذا اللي اعتبرنا فيه جزء من هذا ال... هذا مثل ما بيقولوا يعني ابتكار شخصي انه من الشركه ما 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 نو ما نو مثلا ستاندر عند الناس هذا ابتكار احنا عاملين ديزاين وكثير اخذ رواج يعني طيب في الختام يعني سؤال سريع جدا جدا هذه الابواب تصلح للغرف وايضا الله يكرم من سمع يسمعنا الان للحمامات أيضاً. تمام هو بشكل عام اليو بي سي هو عازل للحراره والصوت ورطوبه والغبار، فدائما نحن بنحاول نروح للزبون انه يركب الابواب الخارجيه كلها مع ابواب الحمامات هي بي سي، تمام؟ طبعا بتصلح لابواب الغرف اكيد، ولكن ممكن الغرف الزبون يختار الخشب غالبا يعني، اما الابواب اليو بي سي هي للسطح مثلا للحدائق مثلا للمخارج للملاحق للمطابخ لانه بتتحمل مثل ما قلت لك عزل حراري وعازل غبار وعازل مياه. نعم استاذ مخلص انا اشكرك جزيل الشكر نتمنى يسلمك. لكم التوفيق في السوق المحلي وايضا هذه الشركه تكبر وتخدم سلمك. ايضا قطاع العقاري بشكل عام والانشائي في دولتنا الحبيبه. الله يسلمك، نحن بنشكر دوله قطر وبنشكر الاستاذ خليفه طبعا وقطر قطر انه أتحنا هالفرصه الفرصه لحتى نعرف للناس على المنتج اللي بيصير ممكن كثير ناس ما بتعرف تسمع بس في سماع ما بتعرف شو مواصفاته وما بتعرف شو ميزاته آه شكرا كثير انه اعطيتوا الفرصه لحتى نعرف الناس على هذا المنتج اللي اللي صار آه المنتج الاول في قطر طبعا يعني, يعني. خلص آه الخليج شكرا جزيلا لك كل التوفيق لكم شكرا اذا اعزائي المشاهدين مثل ما شفنا في هذا المكان آه يعني الذي يخدم القطاع آه الانشائي في دولتنا الحبيبه قطر ويقدم خدمات جليله كما هو كما هو قطاعات كثيره في دولتنا الحبيبه قطر تخدم هذه الدوله وكلنا نعمل للانجاز في دولتنا الحبيبه قطر لترتقي هذه الدوله بمواطنيها ومقيميها احنا دائما نقول سامحونا على يكسور بذر منه من خلال نقلنا لهذا البرنامج وعلى الهواء مباشره بكره نلتقيكم باذن الله في شبره نقلناها يمكن مره واحده من خلال برنامج راح نعيد ايضا التجربه بكره في شبره ميناء الدوحه الى ذلك الحين نستودعكم الله والله يحفظكم وفي امان الله